شيبة حتتين حاسسهم فيك، ابن بلد وطيب وصادق بشكل غير عادي. يعني التركيبة دي وعالم الليل والبتاع ما غيرتش فيك اي حاجة، لسه زي ما انت كده. يعني حتى الفرقة يعني فتنت لي قبل ما انت تدخل، تقول هو زي ما هو كده ما اتغيرش خالص. زي ما انا الحمد لله. هتغير ليه وانا عملت ايه وانا اخترعت الذرة؟ انا عادي يعني. مش كان نفسك في حاجة مثلا تشتريها، حاجة، مكان معين تسكن فيه، بلد معينة تزورها؟ كان نفسي اسافر او بلاد بره كده وناس تصور معايا وكده. ولما بتسافر دلوقتي تعمل الناس حفلات؟ بتصور معايا طبعا في اي حتة، الحمد لله رب العالمين بيصوروا معايا وفي كل البلاد اللي بروحها بيصوروا معايا. بيبقى احساسك ايه بقى؟ ببقى فرحان جدا. ببقى فرحان جدا. في الدول العربية بيحبوك قوي قوي. بقى عندك حفلات كتيرة هناك؟ مش كتير قوي يعني، بس الحمد لله يعني لما بروح هناك بيحبوني جدا وبيقابلوني مقابلة كويسة جدا.